أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا إني
غير ذي زرع عند بيتك المحرم زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل
وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حاضر حاضر. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
صدق الله العظيم. حقا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فإن سألت بني آدم يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله، لكن بني آدم حين يسأل يغضب. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من آخر سورة إبراهيم، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكلم فيها الفقيدة الراحلة. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاتر على قبرها، وأن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت ملك المقامات ومحرك القلوب وعلم كبير من أعلام دولة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي الأكثر شعبية دولية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، مشاركة مع الهندسة الصوتية معرض الفن الإضاءة الحديثة قصر الضيافة المتنقلة والخيم المكيفة وأفخم الخدمات الفندقية الممتازة تحت دار حج علي السويعي وولاده مقيمين بشبين الكوم، مشاركة مع البث المباشر مصور هذه الليلة القرآنية المباركة الشيخ عبد الرحمن حجازي، أسرة فقيدة راحلة حرم الأستاذ أحمد عادل عبد المنصف، تقدم جميع عائلات عبد المنصف وأنسابهم وأقاربهم خالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. برقية عزاء مقدمة من العالم الجليل وفارس الكلمة الشيخ صبري الخولي، اللي جاء مواسيا أسرة الفقيدة الراحلة.